إذن أنس معنا من الدار البيضاء. لالا أنس صباح الخير. ألو صباح النور أخت الدنيا. أهلا وسهلا مرحبا بك معنا أنس. بارك الله فيك. تحية ليك وتحية للطاقم كله كاع المستمعين. وتحية لك أيضا. أنا بغيتك واحد الكيش بالتون. كيش بالتون؟ أييه. ودابا حنا على أبواب رمضان إن شاء الله. أييه. كنديرو ليه كيش بزاف. أييه كيشي كاين. العجينة غنحتاجو ليه 250 غرام ديال الدقيق. 250 غرام دقيق. بالنسبة للعجينة. نص معلقة صغيرة ديال الملح. نص معلقة صغيرة ملح. نص معلقة صغيرة ديال السكر. نص معلقة صغيرة سكر. 125 غرام ديال الزبدة تكون رطبة. 125 غرام زبدة رطبة. واحد بيضة. وبيضة واحدة باش نجمع. هي نخلطو المكونات كلها وإلا نقدر وإلا ما تجمعناش تكون زوج واحد المعلقة ولا جوج ديال الماء بارد. صافي نجمعو العجين نخليو على جنب يرتاح. بعد الحشوة كنحتاجو فيها واحد بصلة كبيرة مشلضة. بالنسبة للحشوة بصلة كبيرة مشلضة. مشلضة غادي نديرو نشلضو نديروها في غنقول المقادير وفي نفس الوقت الطريقة في نفس الوقت. غنقول بصلة كبيرة مشلضة غنديروها في مقلاة مع شوية زيت تشحر شوية تدبال شوية. مع الملح وشوية البزار. دبال مع الملح والبزار. إيه ما كنديروها فوق كنكون العجين سرحناه ودرناه في القلب ديال الكيش ودكيناه بالفوخشيط. بعد نسرحو فوق منه هاد البصلة هادي. نعم. عاد ندير عليها واحد العلبة ولا جوج ديال الطون نحيد نفسهم من الزيت ديالهم. ندير عليها الذرة تكون تانية مصفية من ديالها مسقطة مزيان. وشوية القزبر مقطع. والحمض قطع صغيرة ونديرو تا هو فوق مع الحمض مسير. ايه مقطع صافي يمكن فوق مع الفجافة نديرو نطربو مع هاد البيضات. أربعة البيضات. مع أربعة المعالق كبار ديال القجدة الطرية. أربعة المعالق كبار قجدة طرية. ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب. ثلاثة المعالق كبار حليب. ملح وبزار. ملح بزار. كنخلطو نضربوهم مزيان كنديرو فوق داك الكيل فوق داك الخارج تكون ديال الحشوة ديالنا. ونديرو عليهم شوية فرماج من الفوق وندخلوهم الفرن. وبالصورة حاجة تجي هائلة هاد كيجي الكيش زوين بالطن. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شكرا لك. الله يبارك فيك. نعم وصباحك مبروك أيضا أنس وتحية ليك ولكل متابعينا.